التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام. وتناول الاجتماع متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة، وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، وبما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني. كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تمتلكها. وجه الرئيس السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية وتزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بإضافة عيادات تخصصية لخدمة وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن. يستضيف الأردن اليوم قمة بغداد الثانية للتعاون المشترك، والتي تأتي استمرارا لقمة بغداد الأولى التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس من العام الماضي. وتهدف القمة لدعم جهود العراق في مواجهة تحدياته، كما تناقش تحديات الأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم. وتجمع القمة العراق ودول الجوار إضافة إلى فرنسا. هذا ويشارك في القمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. أعلنت السلطات الأوكرانية أن الكهرباء مقطوعة عن 80% من سكان العاصمة كييف. وأكدت السلطات أن وضع إمدادات الطاقة في كييف ما زال صعبا، مشيرة إلى أن حالات انقطاع الكهرباء تصل لأكثر من 10 ساعات في اليوم. يلقي اليوم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خطابا بمجلس العموم حول ارتفاع تكلفة المعيشة، وفي أكبر إضراب في نوعه في تاريخ الخدمات الصحية البريطانية، ينفذ اليوم نحو 10,000 موظف من سائقي سيارات الإسعاف والتمريض في إنجلترا وويلز إضرابا لزيادة الأجور. اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث اقتحام الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2024، وذلك من خلال توصياتها لوزارة العدل بتوجيه اتهامات وصفها بالزائفة. كانت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول قد صوتت في وقت سابق لصالح توجيه اتهامات جنائية لترامب. كما أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية، وهي المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية والتآمر على الدولة الأمريكية والإدلاء بتصريحات كاذبة. استقبلت جماهير غفيرة لاعبي منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 في كرة القدم في العاصمة بوينس آيرس، ومن المتوقع أن تشهد البلاد احتفالات تاريخية ترحيبا بالمنتخب، حيث أعلنت الحكومة اليوم أجازة رسمية ليتسنى لمحبي الفريق الاحتفال به في ساحة المسلة بالعاصمة.
كان راقص التانجو قد اقتنصوا الكأس الذهبية بعد مباراة قوية مع منتخب الديوك الفرنسية انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح. Generaciones se va a hablar de Lionel Messi y de esta selección campeona del mundo. Es una locura la calle. وفي العاصمة الفرنسية باريس استقبلت جماهير غفيرة المنتخب الفرنسي وصيف مونديال قطر 2022، واحتشد الآلاف في ساحة الكونكورد في باريس حيث أشعلت الجماهير ألعاب نارية ولوحت بالعلم الفرنسي لأبطال الفريق. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.